بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، أصحاب المعالي رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية، ضيوف مصر الكرام، السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أرحب بكم أخوة أعزاء في بلدكم مصر التي تفخر بانتمائها الأفريقي، كما أود أن أعبر عن بالغ تقديري واعتزازي بوجودي بينكم في هذا المحفل القضائي القاري المرموق، والذي يشكل بحق منصة قضائية رفيعة المستوى تعقد تحت رعاية جليلة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي أضحى اجتماعها الدوري علامة فارقة في ترسيخ وتعزيز تعاوننا القضائي الأفريقي. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي الأخ الفاضل المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية على دعوته الكريمة وحسن التنظيم والاستقبال، كما لا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر إلى دولة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الشيوخ المصري، والسيد المستشار الدكتور عادل عمر شريف والذي تولى مهام الأمانة العامة للنسخ السابقة من الاجتماع، وهما صاحبة فكرة عرض تنظيمه على فخامة السيد رئيس الجمهورية. ونتذكر الدور المقدر لمعالي المستشار الجليل الراحل سعيد مرعي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، الذي تولى وترأس النسختين الرابعة والخامسة من اجتماعنا هذا، والذي شرفت برئاسة نسخته الثالثة، وأفخر أنها شهدت تحولاً نوعياً إذ تم فيها إطلاق المنصة الرقمية المعلوماتية للاجتماع السنوي، التي تساعد على تبادل الأفكار والخبرات وتسهل من التواصل الدائم بين رؤساء وقضاة المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية. والشكر موصول لسيادة المستشار الدكتور محمد عماد النجار أمين عام اجتماعنا الحالي، وكل التقدير للدور المتميز لوزارة الخارجية المصرية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون البناء مع كل الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة. ولا يفوتني أن أتوجه بخالص الإعزاز والتقدير لدور وزارات العدل والمالية والاتصالات بتوجيه وإشراف دائم ومقدر من دولة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. الحضور الكرام، لعلكم تتفقون معي أن قارتنا الأفريقية أحوج ما تكون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف على كافة الأصعدة والمستويات في مواجهة التحديات المتشابكة والمعقدة، لتعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة تلك القضايا والتحديات النوعية، خاصة على صعيد التعاون القضائي وتبادل الأفكار والخبرات، لا سيما في ظل موجة عنيفة من الإرهاب أضحت معها ثمة حاجة ملحة لتوفير غطاء قانوني واستباقي لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة وغيرها من القضايا والإشكاليات التي نحمل على عاتقنا جميعاً مواجهتها. وفي هذا الإطار تولي الدولة المصرية بكافة مؤسساتها
أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، انطلاقاً من اعتزازها بالانتماء الأصيل لقارتها الأفريقية. فعلى الصعيد البرلماني شاركت مؤخراً في أعمال المؤتمر السنوي 11 لرؤساء البرلمانات الأفريقية الذي عقد ببرلمان عموم أفريقيا بدولة جنوب أفريقيا، وهو محفل برلماني قاري مرموق يحمل آمال وتطلعات شعوبنا الأفريقية، ويجسد بحق نموذجاً فعالاً للتعاون بينها وتبادل الرؤى والخبرات في مواجهة التحديات وتحقيقاً لمستقبل مشرق لقارتنا العظيمة. الإخوة الأعزاء، تفرض علينا التحديات التي تحيق بنا تعزيز قيم التكاتف والتعاون وتسخير إمكاناتنا لخدمة شعوبنا الأفريقية التي تستحق منا كل جهد وعمل، حتى نضع قارتنا الأفريقية في مكانتها التي تليق بها، كما يقع على عاتقكم وأنتم سدنة الدساتير والقوانين والحصن الحصين للمواطنين مهمة مقدسة، وهي أن تضعوا نصب أعينكم مواجهة حازمة ورادعة على الصعيدين القضائي والدستوري لأي تهديدات تريد النيل من أمن دولنا واستقرار ومتطلبات حياة شعوبنا ومجتمعاتنا الأفريقية، حتى تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء. وختاماً، أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.